الرجال المسافرين المتجهين ذاك كل شيء نبخون البقاج كروزين صبيناه والبقاج عبيناه ركبنا كل النجوم وانتهقنا في الغيوم شو تتصور في حوار تلقى روحك في كشمال مقاله هو الطيار والمهم يا سطار زعما يمنع زعما يتيح زعما يخاف يقوم يسيح زعما يهب علي الريح يلقى روحك قندهار لا ثم هروب ولا تصعد ديما على قناة تسعة مرام بشر سمير العمير جوير المنير السحافة والنبارة واللي عينه على الوزارة شخمور ومن الأعمارة كله يطلع بالطيار يعني شاي الموسيقى ذي يسيبونا ربوخ يمشي يا محسن هاي النوبة بتاعك سايبني هل سايبني خلش يا ربا ريت مو كيفاش سايبتوها لحكاية الموحش هوك السيد ولا يلعب بالطيارات تو ها مسالش فبحيث مدام ما حصلنيش هعملوا يظهر لكم شريبتكم ومرحبا بكم في الطيارة. ضيفنا الليلة هو المحامي والوجه التلفزي منير بن صالح. ستة دقائق منير بن صالح في بينه البرقة ماشي تونس مع ستة وستة دقائق منير بن صالح حس بالفم خلل في الطائرة كيف العادة استدعينا ضيفنا للمشاركة في برنامج حواري ينشطه الزميل فوزي جراد ويتم تصويره في الطيارة لتشجيع السياحة الداخلية. الوحيد الذي أخاف من الطائرة. البرنامج الوهمي هذا كان خدعة باش نحصر منير في الطيارة قدام الكاميرا وين كان ميقالو يستنى فيه اليوم ما عندك نهارك بعد جلسة اليوم قريبة الطائرة أكثر حالة ضحكني أنا هي جلد السبتاج والديمونستراسيون دي لأنه عندما نفقد الطائرة ما عادش صار هو هكا بسيك نطلع شيخة بي هذا شيخة إن شاء الله بطلعش عنده جلسة قد نكذبكم مش ماشي النائبة بشرى بالحاجة حميدة اللي حصلت معنا في رحلة الذهاب كانت موجودة في الطيارة في رحلة العودة وشاركتنا في الإطاحة بمنير الطيارة باش تقلع والحوار قريب يبدأ يا رب العالمين يا رب يغفر ذنوبنا وذنوب كل المؤمنين أمين يا رب محلية تصويرة كيف الظلامة أسمع جبني بالظلامة تصويرة ستيريو مونتيك شكون فوزي جدي جدا بين الجدي والكوفي فرق بعيد وبين الكوفي والجدي شعرة لا يرى يا رأى أنا مولي بصرع لا هكيك ما تخافش الرحلة اللي تستنى فيك فيها كل شيء إلا الكوفي بسد في أذنيك يا ودي بسد أذنيك وتسكر عينيك وماتك شي تسكر بعد يا ودي رس علينا لأنه من دوخوك أعزائي المشاهدين مساء الخير أهلا وسهلا فيكم أنتم تتابعون برنامج رحلة وضيف ضيفي الأستاذ منير بن صالح أهلا وسهلا بكم مرحبا بك فوز نحن نقوم ونشرع ونبدأ في هذا الحوار على متن طائرة تونسية يقودها يعني قائد طائرة تونسي سيدتي سادتي نعبر الآن بعض المناطق الفضائية المضطربة رجاء منكم الرجوع إلى مقاعد ربط حزام الأمان وغلق الطاولة شكرا على كل هو أنا احنا كنا نحكيه في الأوف قبل التسجيل حكينا على أنك تخاف من ركوب الطائرة وهو مازال طول مضيف يعلن وأنه نمر ب لا خبر سعيد علمني به تو صراحة قالك نمر باضطرابات جوية هذه تصير يعني بالزاريانا نشكره على الخبر السعيد انا فوزي نخاف من الطائره ملي حليت عيني على الدنيا علاش لانه انا في طبعي نحب اتحكم في الامور والطائره تفقدك كل قدره على التحكم حطوك في كرسي كتفوك بسبته تسكت ويتحكم في مصيرك اشجع شخص في الدنيا هو الشخص اللي قاعد يقود في الطائره مع الاله ايضا حاليا هو اهم من رئيس الجمهوريه
قال لك الكابتن اهم رئيس جمهوريه. انت تسلم انا وياك بحث الشباب، قالوا عليك شكون اهم منك؟ اهم من رئيس مجلس النواب، اهم من الساده النواب. يعني اليوم في اللحظه هذه تبدا انت رهين شخص، تخليك الطائره تشعر بالتبعيه. عمي تو باش نذوق نوم، باش نقولوا باش نعديو التربلونس هو احسن مكان في الطائره، هو اتعس مكان، هو الاخر بكل وين الموتور هذاك باهي ركب فيه ياسر عرفات ومنعم لكن عام يحترم الحوادث بالفعل، لانه يعني هذا قوس وفتحناه. نرجعوا الموضوع حديثنا. البيلوت باش يبدا بخضه صغيره ويتعدى بعدها ديريكت للضربه الصحيه، لانه حتى في المكاتب نتاعها ماذا مش متوفر. القاضي يكون جائع ويكون غاضب ويكون واو. هاي واصل اوكي خربك يا ما تكلمش برشا. واصل طلعني ذكاء اخيره. سيرجي 28 دوموندي سي فو بلي. سيرجي 28 سي فو بلي. لاباس يحاول. لاباس لا لا فوز مش لاباس. شويه بروبليم تكنيك. سيرجي فانتوين خلوا في بوم، احنا قاعدين فيه حب التيار. سوبر قاعدين فيه. منير شدي راسي هكا، شدي راسي هكا انزل منير منير انزل. شدي ساقي منير. منير بن صالح طلع بالفعل خواف وزاد القاب جنبه مراجة اسمها فوزي جرا. سيداتي سادتي، اننا مرغمون على القيام بنزول اضطراري على سطح الماء بعد حين. شدي ساقي بالمين منير. شد بزوزيدين. لا يا ساقي مش راسي يا منير. بزوزيدين يا منير. يا منير بعد الفاصل الوضعية باش تمشي للأسوأ ومنير بن صالح باش يفقد كل أمل في النجاة. يا منير